شعار 20 عاما عربيا، أقامت مفوضية منطقة صيدا في جمعية الكشاف العربي احتفالا حاشدا في مركز معروف سعد الثقافي في صيدا. البداية كانت مع النشيد الوطني اللبناني ونشيد جمعية الكشاف العربي وكلمة ترحيب من عريف الحفل الدكتور خالد الكردي. أيها الحفل الكريم، يسرني ويشرفني أن أرحب بكم باسم مفوضية منطقة صيدا في جمعية الكشاف العربي في لبنان في احتفالنا هذا لمناسبة مرور 20 عاما على انطلاقة مفوضية منطقة صيدا. فأهلا وسهلا بكم في هذا الصلح الكبير مركز معروف سعد الثقافي. أيها الحفل الكريم، 20 عاما مضت وها هي مسيرة الكشاف العربي مستمرة في إعداد جيل عربي مؤمن بربه وبالرسالات السماوية وبأهداف الحركة الكشفية السامية، يتمتع بالفضيلة والأخلاق الحميدة، مدافعا عن القيم والمسل العليا، مهتما بقضايا أمته ووطنه ومجتمعه قولا وعملا. نرحب بأمين عام التنظيم الشعبي الناصري الأخ الدكتور أسامة معروف سعد. وقد تضمن برنامج الحفل الفقرة التالية: فيلم وثائقي تضمن أبرز نشاطات المفوضية خلال 20 عاما، ثم قدمت فرقة الكوفية للتراث الفلسطيني لوحة فنية أعقبها كلمة مفوضية منطقة صيدا في الكشاف العربي الدكتور عبد القادر لبساط. أولا، التنمية والتدريب الكشف المستمر. ثانيا، تنمية وتعزيز الموسيقى وتشجيع الفتيان على التدريب الموسيقي وإبراز الطاقات الفنية والإبداعية. ثالثا، الدفاع المدني والعمل على تطويره لكي يلي احتياجات الناس وتقديم للخدمات الصحية والإسعافات وخدمة المجتمع، حيث يخضع شباب متطوعين فوج لتدريبات مستمرة على أعمال الإسعاف والإنقاذ والإطفاء ومواكبة التطور العلمي في هذا المجال الإنساني. كما يتم العمل حاليا على إعداد وحدة إسعاف حوادث الطرق، كما يعد الآن تدريب فرقة للإنقاذ البحري. رابعا، تنمية المجتمع وزرع ثقافة المجتمع التكافلي الإنساني التضامني من خلال مشاريع وأنشطة نفذتها وستنفذها المفوضية، على سبيل المثال حملة كنزتي كنزتك المجانية لتوزيع الثياب على الفقراء والمحتاجين، حملة صحة البصر المجانية مع المركز الوطني للعيون، حيث تم الكشف المجاني من خلال أطباء عيون مخصصين على أبناء صيدا، وتم تقديم العلاج للحالات المرضية، وحملة لا تنسى المسن والعاجز حيث لم تكن تمر مناسبة إلا ويتم الاحتفال بها مع المسنين في دور العجزة الإسلامية والمسيحية في منطقة صيدا، وتقديم الخدمات لهم من عيد الأم إلى عيد الفطر والأضحى وأعياد الميلاد المجيدة، إضافة إلى العديد من الحملات التي سيعلن عنها بعد تنفيذها. بعد ذلك قام الدكتور أسامة سعد بتقديم درع الجمعية لرئيس اتحاد كشاف لبنان المحامي جوزيف خليل. أما كلمة جمعية الكشاف العربي في لبنان فألقاها القائد العام أمين ميقاتي. 20 عاما عربيا شعار حفلكم اليوم، بورك لكم هذا اللقاء، لقاء الوفاء في صرح العطاء، مصنع الوطنيين الشرفاء. شكرا للقيمين عليه، شكرا لسعادة النائب الدكتور أسامة سعد، تحية شكر وتقدير للقائد الدكتور عبد القادر لبساط لعطائه ودعمه المستمر ولقيادة مفوضية صيدا ولكل من ساهم في تقدمها وازدهارها. 20 عاما جهدا وعطاء ولا يزال من أجل صيدا الأبية وهي تفخر بكم وبأبنائها. إخواني، قيادة مفوضية صيدا باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس القيادة العامة أهنئكم بهذا العيد
يسعدني أن أنقل إليكم تهنئة ومباركة رئيسنا الفخري دولة الرئيس نجيب ميقات ورئيس مجلس العمدة سعادة نائب السابق الأستاذ بهاء الدين عيتاني، ومن إخوانكم في البقاع والشمال ومن عكار وطرابلس ومن بيروت والجبل بعيدكم العشرين. وبعد الانتهاء من الكلمات بدأ برنامج الحفل بمراسم تكريس وقسم يمين لفرقة كشفية جديدة ولوحة فنية من فرقة الكوفية للتراث الفلسطيني، فنشيد موطني ولوحة فنية بعنوان أم الشهيد مهداة إلى شهداء الانتفاضة في فلسطين. وأخيرا تم توزيع الدروع للشخصيات والمؤسسات الصديقة. واختتم الحفل بنشيد الكشاف العربي أنشده كشافة فوج مدرسة نتاشا سعد الوطنية. من بلادي أشرقت شمس أمجاد العرب.